السلام ورحمة الله عليكم وبركاته. اليوم من خلال هذا البث غادي نحاول نتكلم على واحد الإشكالية واللي كتتعلق بلو ديسي ديال لو تيتولار ديال ان مارشي، يعني وفاة نائل الصفقة او صاحب الصفقة. فمن خلال هذا البث غادي نحاول نبين نوعية الإجراء اللي كيقوم بها صاحب المشروع وكيفاش كيتم، لأن الصفقة هي واحد العقدة، يعني كتربط ما بين صاحب الصفقة وصاحب المشروع. هناك التزامات وهناك أجال لتنفيذ الصفقة، وإذا وقع ما وقع بخصوص لو ديسي ديال لو تيتولار ديال لو مارشي، فالبوند 50 من دفتر الشروط الإدارية العامة جاء باش يستفسر هذا الأمر، وبالتالي كيكون يعني هناك سند قانوني لي يعني لكيفية تدبير هذه المرحلة من طرف صاحب المشروع. فهنا كاين ثلاثة الحالات يعني اللي كيتم التطرق إليهم. في حالة ما إذا كانت وفاة لصاحب الصفقة، فإذا كانت الصفقة معطية لواحد الشخص اللي هو ذاتي، يعني شخص واحد، فهنا صاحب المشروع له الحق في فسخ العقدة، يعني بدون تعويض، يعني سون بريتوندغ اوكين انديميتي، يعني بدون تعويض. ثم في هذه الحالة يعني كاينه هناك حالة اخرى، الا كانت الصفقة معطية لواحد المجموعة من الاشخاص، وفي حالة ما الى واحد الشخص من هذه الاشخاص توفى، فهنا كيكون صاحب المشروع أيضا له الحق في فسخ العقدة بعدما كيقوم بواحد ليتابليسمون دان نيتا كونتراديكتوار ديال لي طرافو، كيدو واحد لا سيتواسيون، واحد الحالة متناقضة للأشغال اللي من خلالها كيقوم بنية إذا اقتضى ذلك وإذا امتنع ذوي الحقوق أو وارث الهالك عن القيام أو الاستمرار في تنفيذ الصفقة. فهما في كلتا الحالتين، سواء الحالة الأولى أو الحالة الثانية، يعني الحالة الأولى ملي كيكون المارشي معطي لأون سول بيغسون وكيكون توفى، او الحاله الثانيه اللي كيكون المارشي معطي لبلوزيور بيرسون، يعني كيكونوا في ذاك الصفقه واحد المجموعه من الاشخاص. هنا في الحالتين يعني صاحب المشروع كيقوم بواحد يعني كيقوم بواحد المراسله لذوي الحقوق وكيستفسرهم، وحتى الا كانت هما عندهم باش يعرف واش هما عندهم النيه للاستمرار في انجاز الصفقه، وبالتالي كيكون عندهم واحد الاجل ديال 15 يوم بعد الوفاه صاحب الصفقه ليقوم بالاستمراريه في انجاز الصفقه طبقا للمواصفات التقنيه وطبقا للاجل المحدده للصفقة. فالحالة أيضا الثالثة هو إذا كان لو مارشي أو الصفقة معطية لأن غروبمون، يعني هذاك لو غروبمون كيكونوا في بليزيور مومبر، مثلا إذا توفى واحد لو مومبر داخل هذاك لو غروبمون، حتى هنا كيكون يعني إذا كانت النية يعني في الاستمرار في إنجاز الصفقة في الأجل المحددة وحسب المواصفات التقنية، فهنا بالنسبة للراغبين اللي كيعرضوا الخدمة ديالهم لاستمرار إنجاز الصفقة كيتقدموا يعني بواحد المراسلة اللي من خلالها
يعبروا عن الإرادة ديالهم لاستمرار في إنجاز الصفقة حسب الآجال المحددة وحسب المواصفات. فهو هاد المسألة ديال لو ديسي ديال لو تيتولار ديال لو مارشي هي بعض الحالات اللي كتقدر توقع، وحتى الإدارة العمومية أو المؤسسة العمومية بواسطة يعني السلطة المختصة كيلقاو هاد النوع من 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 الأمور اللي كتكون غير متوقعة واللي كتجي. وجا هنا دفتر الشروط الإدارية العامة باش ينظمها من خلال البند 50 اللي كي يحاول يوضح فيه بعض الإجراءات اللي كيجي اللي كتشترط على صاحب المشروع باش ياخذها بعين الاعتبار. وهنا يعني في الحالة الثلاث كيكون صاحب المشروع ملزم بالقيام بملحق للصفقة. علاش؟ لأن هذه الصفقة وقع فيها واحد تغيير. يعني هناك أولا الصيغة القانونية للمقاولة أو الشركة، لأن هناك وفاة، فبالتالي هناك تغيير في واحد يعني في اسم يعني الشركة أو المقاولة ما دام هناك وفاة. وغادي يدخلوا ذوي الحقوق أو ورثة الهالك، وبالتالي غادي يقوم يعني هناك تغيير في ما يمثل الشركة قانونيا. على هذا الأساس كي هذه واحد الحالة من مجموعة من الحالات الأخرى اللي كيشترط على صاحب المشروع باش يقوم بواحد الملحق للصفقة. فإلى هذا الحد أكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة مقبلة ومع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.